ازاي تسافر كام يوم وتسيب اكل وميه للحمام، تكفي الحمام، الاكل يكفي والميه تكفي، وفي نفس الوقت الميه بتاعت الحمام ما تسخنش. احنا طبعا في فصل الصيف ومشكلة كبيرة جدا لو انت سبت ميه كام يوم او حتى ما غيرتش الميه كل يوم. هنفكر النهاردة في حل المشكلة دي. تعالى نبدأ الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، إزيكم وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. الموضوع النهاردة مختلف عن الفيديو اللي فات. في الفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن صديق عايز يفتح السلكات، لأن عشان ما حدش يفهم إن الفيديو ده نفس الموضوع الفيديو اللي فات، هو متشابه لكن مختلف جدا. في الفيديو اللي فات كان الصديق عايز يسيب أبواب السلكات كده يفتح له الحمام علشان أي حد يطلع يرمي شوية أكل الحمام في الأرض كده على الأرض، شوية أكل ومية، وما يقعدش يشتغل كتير. لكن في الحالة بتاعت النهاردة اللي عايز يروح المصيف مثلا 3 أو 4 أيام ومفيش حد في البيت خالص، فهو عايز يسيب أكل ومية للحمام تكفي 3 4 أيام وهو غايب عن الحمام. طيب هنعمل الحكاية دي ازاي؟ اهم حاجة في الموضوع ده كله الادوات اللي انت هتستخدمها. زي ما اتفقنا هو هيغيب 3 او 4 ايام، هيتصرف ازاي ويسيب مية واكل للحمام ازاي؟ هو بيقول ان هو كان بيغير المية مرتين في اليوم لان المية بتسخن عنده جدا، فهو عايز يسيب المية تفضل نظيفة وفي نفس الوقت ما تسخنش. طبعا ما اعرفش هو مربي في سلكات ولا مربي سايب، بس احنا هنقول على الاتنين، هتعمل ايه في السلكات وهتعمل ايه في السايب. هنقول على التربية السايب في البداية. شايف الأكلة دي؟ دي أنا لسه شاريها، دي تمنها 90 جنيه. شوف كده، ده تعتبر أكلة أوتوماتيك، دي اللي حمام يأكل منها، الأكل هيطلع من هنا. احنا نفتح الغطا كده، تملى دي كده من المكان ده، تاخد لها حوالي 5 كيلو بسم الله ما شاء الله أو يمكن أكتر، وبرضو على حسب النجار اللي عاملها، لو انت طلبتها بزيادة شوية هي دي انا شاريها جاهزة، ولو انت عايز اكتر هات اكتر من واحدة من اكالة. دي اكالة اوتوماتيك يا جماعة، هتحط الاكل كده يطلع من الجنب ده ويطلع من الجنب التاني كمان، في الجنبين هم، حمام ياكل من هنا او ياكل من هنا. تمام، هنشتغل بها في الفترة اللي جاية دي، هنأكل بيها. وزي ما قلت لحضرتك هتملى كده من هنا، فيها الباب بمفصلات وتغطي كده، الغطا ده بيمنع الحمام لو وقف هنا مش هينزل، لو تبرز مش هينزل حاجة في الأكلات. تمام كده بالشكل اللي انت شايفه حضرتك ده. يبقى كده مشكلة الأكل في التربية السايب اتحلت. هنشيل دي ونشوف برضو المية هنعمل فيها ايه. طبعا الأكلة دي صناعة دمية. تعالى بقى نشوف الصناعة الصيني اللي هي السقاية دي. تمام، السقاية دي 6 لتر، في منها مقاسات صغير وكبير، تقريبا دي الوسط، فيه يمكن لغاية 10 لتر، هي بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. بتتفك تملاها وترجع تلبسها في الغطا ده. طبعا في انواع سقايات تانية برضو هنسيب لك صورهم دلوقتي، في سقايات اللي هي بتاعت الفراخ، فمحلولة الحكاية دي. بالنسبة لمشكلة الحرارة بقى، هل دي هتخش الحرارة؟ لا طبعا مش هتخش الحرارة، ده هتسخن، ده هتسخن المية. هقول لك تعمل ايه. شايف الفل ده؟ الفل ده في منه رقيق جدا، يعني ممكن تشتري حته رقيق او اي اجهزه كهربائيه عندك بتيجي بفل، ممكن تلفه على الجزء ده تغطيها وتسيب بس الفتحات منها دي، او تغطيها بقماش او تغطيها بخيش. زي ما كنا بنشوف كانوا بيعملوا زمان في القلل بيلفوها بحته خيش كده او جيركن يسقع الميه يعني. تمام، يبقى دي حاجه. السقايه دي خزان كبير اهو، تكفيك كام يوم على حسب الكمية، وممكن تستخدم منها كذا واحدة، وزي ما قلت لك في منها كبير وفي منها صغير. طيب هقول لك برضو على حاجة تانية برضو بالنسبة لموضوع المية الساقعة والمية السخنة، الاتنين دول سقايات. تمام، او دي مثلا في منها اللي بقها صغير كده، انا بحبها للمية اكتر من دي، البقها واسع دي مش حلوة في المية عشان الحمام ما يتبرس منها، لكن هي اللي فتحتها ضيقه كده بتبقى ممتازه في الميه. طيب هنشوف ايه الفرق بقى. دي المطليه، دي المطليه دي بتسخن الميه، او ان هي ما بتسقعش الميه. اما الفخار اللي هو على بوده من غير اي ادهان، طبعا هي مستعمله فمجربه كده شويه من الشمس لان انا بشمسها، اما دي لو حطيت ايدك هنا تحس ان الميه بارده، حط ايدك هنا تلاقي الميه دافيه شويه، رغم ان هم في الظل لازم تحط الميه في الظل، ما تحطش الميه في الشمس ابدا، لازم، مهم جدا. انت هتسافر 3 4 ايام تحط الميه في الظل، او لو حتى مش هتسافر، لو كل يوم بيومه برضه حط الميه في الظل بعيد عن الشمس،
ده مهم جدا جدا، بس انا افضل بقول لك استخدام الفخار اللي هو مش مطلي، بيسقع المايه شويه. تفتكر القلل اللي كنا بنشرب فيها زمان؟ القله كنا بنسقع المايه في القله. ليه بيسقع المايه في القله؟ القله ما كانتش بتبقى مطليه زي دي. القله او الزير، الناس القديمه اللي زي حالتها عارفين القله والزير، فالقله والزير كانوا بيسقعوا المايه، اما دي المطليه دي فما بتسقعش المايه. تمام. واحد هيقول لك طب احط تلج للحمام. طيب حتى لو حطيت تلج للحمام، انت مسافر 3 4 ايام، ساعه ولا اتنين، الماء هتسخن برضه، مش حل يعني. وبرضه التلج ممكن يضر الحمام. الله يكرمك، ارحم الطيور في الحر ده، وبلاش تحط الميه في الشمس او تنساها في الشمس. الله يكرمك. وبرضه بلاش التلج، لان التلج زي ما قلت لك يعني هيضر الحمام. لكن لو استخدمت مسقه زي دي، المسقه الاوتوماتيك دي، برضه هتكون حل كويس قوي. لو جبت خيش ولفته عليها كده، تعزلها عن الشمس او عن الحراره، مش تعزلها عن الشمس طبعا، كده كده انت لازم تبعدها عن الشمس، لكن الخيش هتلفه عليها تعزلها عن حراره الجو نوعا ما. الميه مش هتسخن زي ما هي بتسخن من غير الخيش. كان زمان زي ما بقول لك الخيش ده وبيبلوه يقوم ايه يسقع الميه، فعلا كانت بتسقع بتسقع، لكن انت طبعا هتكون مسافر فانت مش هتعرف تبله. في حاجه برضو عشان اطمنك في الموضوع ده، ان انت لو حتى الميه سخنت شويه بالنهار، فبالليل هتبرد في المده اللي انت مسافر فيها اللي هم الثلاث اربع ايام. لو انت مربي السلكات طبعا، في الخزان ده بياخد كتير، هتكبر حجمه بس شويه، بدل ما كنت تستخدم وعاء صغير ممكن تكبره على حسب احتياجك للميه. طبعا هي الميه بتنزل في الخراطيم وبتتوزع، فبتقعد معاك اي وقت انت عايزه، بتنزل على كل مسقه زي كده او سقايه زي دي، سقايه اوتوماتيك طبعا، دي ما بتتملاش، تاخد على قد الحمام ما بيشرب وترجع ينزل لها تاني. بتنزل طبعا، دول انا اشتريتهم ولسه ما ركبتهمش، يبقى لهم مده، بس اطلعهم في المكان فوق، لسه هبلط الارضيه تحتهم علشان تكون الارضيه عدله، فطبعا اركب السلكات دي فوق ان شاء الله. زي ما قلت لك، هو الخزان خلاص كده هياخد الميه اللي تكفيك. لو انت حاسس ان خايف منه تكبره لو هو فوق ده. طب ده بالنسبه للميه. طيب لو هو انت خايف برضه ان هو هيسخن الميه، طبعا برضه لازم يكون مش معرض للشمس. لو انت خايف ان هو برضه الميه تسخن فيه، برضه قطعه من الفيلم ممكن تغطيه بقطعه من الفيلم، وتحاول تلزقه وتربطها باي حاجه زي ما قلت لك، في رقيق، او تغطيه بقماش، تلفه بحته قماش او خيش، المهم تعزله عن الحراره. طبعا الاكله الاوتوماتيك دي الكل عارفها، في منها اشكال كتير، في اكبر في اصغر، دي ميزه برضو كويسه جدا. انت هتملى هنا طبعا زي ما انت عارف، القص بياخد له حوالي 70 جرام، لو القص معاه زغليل هياكل له نقول 150 جرام في اليوم، 200 جرام لو كتر. خلاص دي هتاخد اكتر من كيلو ونص، وفي منها ممكن تلاقي اكبر من دي كمان. فخلاص كده انت الثلاث اربع ايام بتوعك هيبقوا في الامان ان شاء الله. كده يبقى عرفنا الاكل اللي في سلكات، الاكل والماء اللي في سلكات اتحلت المشكله، والتربيه السايب برضو اتحلت المشكله. طيب كده اكون خلصت موضوع الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.